ما خفناش على الأهم. الأهم هو الصحة للمواطنين. وشتوا المشاريع اللي دات 1500 ديسبونسير اللي غادي تعمل كلها بطريقة أو يعني مستوى أوروبي كبير اللي كتدخل المستوصف كتلقى فيه الممرض وتلقى فيه ليكوغراف وتلقى فيه الطبيب وتلقى فيه الإمكانيات ويقدر يستقبلك. سيدة العمدة كانت معنا الوقت اللي تشنا من واحد من الأوائل هنا في يعني في المدينة ديال الرباط، وهذا الشيء ما هو إلا جد إيجابي. التعليم أولي ولا التعليم يعني العالي من الأولويات ديالنا. سمعتوني ذاك النهار في البرلمان على ريفورم ديال التعليم العالي، لامبورتونس ديالها وكيفاش يمكن تبدل الحياة ديال الطالب، كيفاش يمكن تزيد به الأمام، كيفاش تخليه أنه ما يتخلقوش عليه الأبواب من السنة الأولى وتعطيه الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث حتى يكون صالح للمجتمع ويقدر أنه يندمج في سوق الشغل. كذلك في ميدان ديال الشغل عملنا لاشارت دي انفيستيسمون، دوزنا 76 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار في آخر لجنة، وعندنا مشاريع اللي هي كبيرة، لأن المغرب بفضل الحمد لله التوازنات اللي فيه، بفضل يعني الثقة اللي الناس كيتيقوا في سيدنا وفي الملكية ديالنا وكيديموا ديال هذه الاستمرارية ديال المشاريع.